مساءكم مشاهدين برنامج أهل المدينة أينما كنتم، في اليمن الغالي أم في الخارج. ابقوا معنا في فقراتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، غياب المضمون وقصور التأهيل. حرفة النجارة في عدن، هندسة جمالية وقيمة صناعية. المرأة اليمنية تثبت حضورها بقوة على أرض الواقع. جولة إخبارية سريعة نتلمس فيها أهم أحداث المدينة وأهل المدينة. اختتمت في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن ورشة العمل الخاصة بتطوير المناهج وتقييم الطلاب بدعم من منظمة الصحة العالمية بمشاركة واسعة لنخبة من الأكاديميين بالكلية. ورشة العمل تأتي في إطار خطط تحسين مستوى الجودة في المساقات العلمية للكلية ورفع مستوى الكادر في الكليات الطبية من خلال إعداد مشروع متكامل لتأهيل الأقسام العلمية في جامعة عدن. ناقش وزير العدل جمال عمر ومعه النائب العام الدكتور أحمد علي الأعوش مع ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن العبيد أحمد العبيد الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنين وفقا للمعايير والاتفاقات الدولية. وتطرق وزير العدل خلال اللقاء إلى عدد من القضايا المهمة المتعلقة بأوضاع القضاء والسجون في العاصمة المؤقتة عدن. من جانبه أكد النائب العام القاضي علي الأعوش أن مجلس القضاء الأعلى عامل على إعادة تشكيل النيابات والمحاكم المختصة للنظر في القضايا التي ستحال من اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، لافتا إلى أن القضاء مستقل ولن يسمح الزج به في أي صراعات سياسية، موضحا بأن النيابة العامة تسلمت 200 ملف لمسجونين موقوفين على ذمة قضايا وتم الإفراج عن أكثر من 80 منهم ممن لم تثبت عليهم أي قضايا. دشنت السلطة المحلية بمحافظة لحج بمعية أعضاء مجلس جامعة عدن وضع حجر الأساس لمشروع ترميم وإعادة تأهيل كلية التربية صبر بتمويل حكومي وافتتاح قاعتين دراسيتين والتي تأتي في إطار إعادة الإعمار للكلية بما يلبي استيعاب الأعداد المتزايدة للطلاب. وخلال التدشين أكد الجانبان في كلمة مشتركة لهما أن أعمال الترميم وإعادة التأهيل لكلية التربية صبر سيعالج الكثير من المشاكل التي تتعلق بالسعة الاستيعابية للكلية وإتاحة الفرصة أمام الكثير من الطلاب والطالبات من الالتحاق بالعملية التعليمية وتوسيع المدارك بهدف رفد البلد بمخرجات مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل. القائد الذكي هو الذي يحارب عدوه معنوياً قبل مادياً، فروح المعنوية تغير من نتائج المعركة سلباً وإيجاباً. التوجيه المعنوي قضيتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. هيبة الدولة من الجيش وقوة الجيش في تأسيس أفراده على قواعد متينة، وذلك ما لم يحدث مع منتسبي القوات المسلحة والأمن داخل المنظومة العسكرية التي بنيت على أسس هشة في عهد المخلوع صالح منذ توليه مقاليد الحكم في سبعينيات القرن الماضي. دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية هي إحدى المؤسسات الأمنية التوعوية ظلت مغيبة تماماً عن اهتمامات كبار القادة في السلك العسكري، ومعها فقدت الدائرة أهمية موقعها كمؤثر قوي في سلوك أفراد المؤسسة الأمنية والعسكرية. نفسي يعني الحكومة تهتم في المجال هذا التوجيه المعنوي لنزولنا لتوعية المقاومة الجنوبية بشكل عام في جميع أقسام الشرب. نحن نعتبر العمود الفقري في الوزارة لما نقدمه من توجيهات مباشرة للفرد من ناحية النهض بالسلوكيات الفرد، من نهض بالسلوكيات الضباط والعساكر اللي موجودين معنا لحماية المجتمع، فنحن نعتبر الأساس في هذا الشيء. الإمكانيات ضروري أن تكون متطورة أكثر، لأنه في أي بلاد من بلدان العالم معهم التكنولوجيا المتطورة هي تساعد الجانب الأمني حتى في التفتيش في النقاط يعني يطرحوا إمكانيات كبيرة، فللأسف لحد الآن ما فيش هذه الإمكانيات الكبيرة اللي تواجد برا عندنا في الجمهورية اليمنية. السيلفرات الخاصة بالإنترنت، الطابعات، الأجهزة التي تعمل على إصدار
الكتيبات الخاصة بالوزارة الداخلية، الاستمارات الخاصة بالترقيم، هذه يجب أن تكون تابعة للوزارة الداخلية وأن تصدر من الوزارة شخصيا ولا تطبع في مطابع خاصة. افتقار أفراد القوات المسلحة للتأهيل النوعي وانعدام مقومات التدريب التخصصي في المجال العسكري مع غياب الدور التوعوي في صفوف منتسبيه ترك أثراً سلبياً على كفاءة الأفراد وأفرغ الحصن الحامي للوطن من محتواه ومضامين القوة فيه. شباب من المقاومة مش مؤهلين كعسكريين، لم يخوضوا دورات مثل ما كان في عهد سابق 3 سنين أو 4 سنين، فهم دورتهم يلا 40 يوم وخلاص عسكري. نحن نحتاج في دائرة الثقل المعنوي من كثرة التدريب، يعني كثرة تدريب الدورات، يعني تكثيف الدورات لنضج المقاومة العسكري الجدد هذا، ونزولنا للشرط يعني لتطوير عقولهم للعمل، يعني كيف يقابلوا المواطن، كيف الشكاوي، يعني للتوعية بس. محتاجين حاجات كثير، أغلب الحاجات اللي نحتاجها في المجتمع هذا التوعية. نحن كتوجيه معنوي محتاجين توعية بشكل أكبر، وهذا اللي نعمل عليه في دار التوجيه المعنوي. لم تعد المنظومة العسكرية اليمنية بمختلف وحداتها القوة الضاربة لحماية الشعب وسيادة الوطن وصيانة مكاسب الثورة وأهدافها السامية كما كان مقررا لها أن تكون، وفي ذلك يكمن الضعف والخطر على المكاسب الوطنية وعلى مقدرات بلد أضحى جرحه مكشوفا. نرحب بالمقدم عبد القوي باعش مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية. اولا مقدم، اذا تحدثنا عن أهمية الإدارة المعنوية في قوات المسلحة والأمن. اولا اهلا وسهلا بكم في يعني وزارة الداخلية، ونرحب بقناة بلقيس العزيزة على قلوبنا. أهمية التوجيه المعنوي يعتبر هو المرشد في وزارة الداخلية والجيش، لما لا من أهمية في التوعية، في نشر التوعية وفي مواكبة الجانب الإعلامي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والتطور القائم في كل الجيوش والأمن في العالم. وبالتالي أهمية التوجيه المعنوي كبير جدا في هذا الجانب. إذا تحدثنا عن مهام التوجيه المعنوي ودوره، ماذا الذي يقوم في القوات المسلحة والأمن، وهل أنتم راضين عن عمله؟ المهام طبعا الكل يعلم أنه خلال فترة حقبة من حكم صالح تم تدمير المؤسستين العسكرية والأمنية، يعني وأفراغها تماما من وظيفتها، ويعني فقدان الثقة بين المواطن والمؤسستين هذه بسبب السلوكيات والتصرفات التي انتهجها نظام صالح سابقا. الآن نحن بحاجة إلى إعادة هذه الثقة وإعادة استعادة الوعي والحس الأمني لدى أفراد الأمن والجيش، يعني على حد سواء. يعني نحن بحاجة إلى تعاون الجميع وتكاتف الجميع حتى نستعيد أولا الثقة، ومن ثم نعمل على توعية أفرادنا وأفراد الجيش، يعني وعندنا تنسيق مباشر وكامل مع الأخ العميد ركن علي منصور مدير التوجيه المعنوي وزارة الدفاع ويعني المنطقة الرابعة، وبرضه عندنا تنسيق كامل مع الأخ قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وبرضه مع نائب رئيس الأركان العامة مشكور اللواء صالح الزنداني، وبرضه يعني معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وجهنا توجيه كامل وأعطانا الصلاحيات الكاملة في العمل وفي يعني مواكبة الأمور أول بأول. مقدم عبد القوي باعش، هناك استنكار من بعض المواطنين وشكاوى أيضا ضد بعض القوات المسلحة والأمن نتيجة لبعض التصرفات، إذا صح القول أن نقول اللاحضارية، أنتم على علم بذلك وإطلاع، لماذا لا يوجد تصرفات تقف هذا الأمر، ضوابط معينة تمنع هذه التصرفات والممارسات اللاحضارية؟ طبعا مثل ما ذكرت لك سابقا، يعني نتيجة التدمير الممنهج والمنظم للمؤسستين خلال فترة من الزمن، نحن نعاني يعني من غياب الوعي والإدراك والحس الأمني والعسكري لدى هذا الجندي أو هذا الفرد، أضافة إلى
مشكلة تواجهنا هي عدم توحيد الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية يعني في أطار كيان واحد حتى نستطيع أن نمنح هذه السلوكيات أو نحد منها على الأقل أو نحاصرها. حسنا، ما هي الأسس التي تمتهجها دائرة التوجيه أو الإدارة العامة للتوجيه المعنوي لرفع مستوى الوعي والثقافة لدى أفراد القوات المسلحة والأمن؟ مثل ما ذكرت لك، نحن أول ما تسلمنا مهام التوجيه المعنوي عملنا منذ أول لحظة، عملنا على أولاً استعادة يعني وظيفة هذه الأجهزة الأمنية أولاً كوظيفة خدمية تقدم الخدمة للمواطن وتحافظ على يعني المواطن وعلى أمنه واستقراره وحقوقه وبرضه تحاسبه إذا أخطأ. هذا جانب. الجانب الآخر عندنا الـ 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 الأفراد والضباط القدامى اللي كانوا في إطار الأمن، مثل ما قلت لك يعني خلال فترة من الزمن تم تسريحهم وتهجيرهم ورميهم وأقصائهم وتهميشهم، والبعض منهم بقي في عمله يعني يمارس عمل الشيخ أو عمل الغبيلي، ما يمارس عمل رجل الأمن نتيجة يعني العقلية اللي جيته مسكت البلاد، يعني خصوصا بعد 94 بعد ما تحولت الوحدة من الوحدة الطوعية إلى فرض أمر الواقع، يعني إلى وحدة بالقوة بالنسبة للمحافظات الجنوبية. يعني الأمر فيه صعوبة كان، يعني ونحن من البداية يعني اتخذنا إجراءات فيما يخص يعني أولا استعادة الوعي الوطني لدى الجندي نفسه، يعني ما هي مهمته، ما 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 المطلوب منه وما 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 المفروض يعمله. وبرضه في يعني استعادة الثقة بين الأمن والمجتمع، مثل ما قلت لك لأنه تم يعني إفراغها تماما. المواطن عندما كان يدخل إلى مركز شرطة يشعر أنه دخل إلى مكان عصابه، إلى مكان يعني بينهبوه من عند الباب إلى مكتب غير الشرطة. هذا كلام غير مقبول، غير لايق بمؤسسة أمنية. المواطن مهما كانت قضيته ومهما كانت جريمته ينبغي أن يحافظ على كرامته وعلى آدميته وعلى يعني حقوقه. ما هي الإمكانات المتاحة لرفع المستوى التعليمي لأفراد القوات المسلحة والأمن؟ هل هناك دورات، سفرات، ندوات لرفع مستواهم التعليمي؟ يعني نرى قديما أن الطلاب المتميزين هم الذين كانوا يلتحقون في الجيش، أما الآن فالطالب الذي لا يجد معدل عالي في الثانوية العامة فيقول له اذهب إلى الجيش وكأنه تحصيل حاصل، بينما الأصل أن الجيش يجب أن يكون فيه النخبة من المجتمع، لأنهم نخبة المجتمع فعلا. جيشنا هم نخبة منا، هم أبناؤنا الذين يقومون بحمايتنا، بحماية الأطباء والمهندسين والمحامين والقضاة. إذن يجب أن يكونون هم النخبة. سؤال وجيه. نحن تعودنا خلال الأنظمة العائلية السابقة أو خلال الأنظمة الفاشلة أنه يعني لا يسافر ولا يبتعث إلا من هو محسوب أو من هو ابن فلان أو ابن. نحن الآن نعاهدكم من هذا المكان، نحن ما زلنا موجودين في هذا الأماكن، لن نسمح أن يذهب ابن فلان وابن فلان ما يذهبش، ابن الغني يذهب وابن الفقير ما يذهبش، ابن المسؤول يذهب وابن المواطن ما يذهبش. نحن حريصين أن الكل اللي يوجد عنده رغبة في البعثات الدراسية في الخارج سيذهب، حتى إن شاء الله يكون ابن يعني حارس يعني بوابة ولا مواطن بسيط. لا فرق بين المواطن البسيط وبين وهل وجد هذا الحرس طريقه في الواقع المملوس؟ نعم نحن عندنا بعثات الآن نبتعثها إلى الخارج، وبرضه في تنسيق الآن يعني نقوم به على 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 مستويات في إيجاد فرص يعني كثيرة لبناء جيش وأمن وطني قوي. لأنه متى ما كان عندنا جيش وأمن واعي فاهم مثقف متعلم يعني متأهل تمام، ضمننا يعني بنى وطن سليم ومتعافي. ماذا تحتاجون حتى يتم تحصين الجيش قوة وثقافة وعلما؟ أيضا الأولوية فوق كل ذلك أن تزرعوا في نفوسهم وتغرسوا في نفوسهم محبة الوطن والولاء للوطن فقط لا غير. نحن أولاً من خلال هذا السؤال نوجه رسالة لكل الأحزاب السياسية في اليمن في الساحة اليمنية أنه يفترض أنه يجنبوا الأيديولوجية الآن على جنب،
ونعمل جميعا لبنى جيش وأمن وطني ولا أهل الله والوطن فقط. يعني لكل جيش عقيدة عسكرية، ما هي العقيدة العسكرية لجيشنا الوطني في ظل التعددية الحزبية وهذا لا يخفى على أحد، والمناطقية والعصبية القبلية، ما هي العقيدة العسكرية لجيشنا الوطني؟ العقيدة مثل ما ذكرت لك، يعني إذا تخلوا بعض الأطراف عن أحلامهم وطموحاتهم الفاشلة في بناء جيش قبلي أو مناطقي، نحن سنتمكن من بناء جيش وأمن وطني. نحن عندنا في وزارة الداخلية يعني رقمنا حوالي يصل إلى يمكن يعني إلى 30,000 أو 35,000 يعني في 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 وزارة الداخلية من المقاومة حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله بدمج المقاومة في الجيش الوطني. نحن تم تجنيدهم على أساس وطني صافي بدون أي نقاش، ما في مجال للمناطقية للشللية للإيديولوجية، هذا كلام غير مقبول. نحن نريد أمن وجيش وطني للوطن. عندما يختلف السياسيين يكون الجيش والأمن حامي المؤسسات الوطنية وحامي الوطن والمواطن، والسياسيين يسدوا ويختلفوا، ما في علاقة لهم بالجانب هذا إطلاقا. نفصل الجيش والأمن عن السياسة. العسكريين الذين تم تسجيلهم بعد الحرب، هل تم تسوية أوضاعهم أم لا زالوا يعانون إلى الآن؟ في تراكمات كثيرة مثل ما ذكرت لك في البداية، تراكمات وملفات وترحيلات كان يرحلها نظام علي عبد الله الصالح السابق. يعني كان يرحلوا كل المشاكل، ما يعملوا على حلها، هم يعملوا على ترحيلها فقط، ويشعر المواطن البسيط انه هناك في حلول، ما في حلول. كان ترحيل كل الملفات، ما فيها حتى ملف الجنوب، يعني في ترحيل. لهذا حصل الان تضخم لهذا الملفات. الان نحن في صدد فكفكت هذا الملفات يعني بهدوء. نريد يعني أنتم في طريقكم لتسويات وضعهم؟ أكيد لابد أن كل واحد يحصل على حقه، سواء عاقل أو معاقل، لأن منهم من تخرجوا منذ سنوات طويلة وإلى الآن لم يجدوا وظائف، وحتى عندما هناك لاحة في الأفق بصيص أمل عادت أوضاعهم مرة أخرى تتعقد وسوءا، ويناشدون من وطالبون من اللي تبع الأمن لازم يكونوا يعني وزارة الداخلية مسؤولة عليهم، واللي يكونوا تبع الجيش المناطق العسكرية مسؤول عليهم، سواء كانوا في أطار المنطقة العسكرية الرابعة أو في مناطق أخرى. الآن هنالك بعض الأفراد أو الجماعات الذين تم فصلهم في منذ التسعينات القرن الماضي وحتى في الألفية الآن، والآن تم إعادتهم مرة أخرى إلى العمل أو تسوية وضعهم، استلام مرتباتهم. يوجد أشخاص من العام 1990 إلى الآن لم يستلموا أي راتب، فصلوا بدون أي سبب، حتى يعني هم الآن تقريبا يقومون بمعاملات إعادتهم مرة أخرى واستلام الراتب. هذه المعاملات هل سهلت لهم؟ لأن الأشخاص هنا جاءوا مناطق بعيدة، من حضرموت، من شبوة، من المهرة، مناطق مختلفة، وبالطبع إذا جاءوا هنا حتى يبقوا في فندق لفترة طويلة تكاليف عليهم، وهم أصلا جاءوا من مناطق بعيدة إلى هنا حتى يستلموا الرواتب، يعني والتكاليف الفندق وحسابها. هل من تسهيل المعاملات نظرة إلى وضعهم الخاص؟ سؤال وجيه وجميل جدا أنك سألته، من أجل يسمعها الكل، يسمع الجواب الكل. لن يعاني ولن يسرح من عمله غير الجنوبيين. الجنوبيين هم اللي ظلموا، مثل ما ذكرت لك في السابق أنه عندما فرضت الوحدة وتحولت من وحدة طوعية إلى وحدة بالقوة، تم تسريح الجنوبيين وأفراقهم تماما، والآن هم يعانون هذا الكلام. لكن نحن في وزارة الداخلية عملنا على حل مشكلة 3500 مسرح، أو بالأصح منقطع، بعضهم منقطعين، يعني ما تسرحوا يعني تسريح كذا، بعضهم منقطعين نتيجة إيش؟ أنه مثلا يكون هواء في عدن أو في حضرموت ويتم تحويله إلى صعدة، ولما يروح إلى صعدة بيمارس عمله يقول له قائد اللواء، هذا طبعا القبيلي، هذا طبعا قائد اللواء مش عسكري، قائد اللواء قبيلي يعني شيخ، يقول له روح يعني روح وأنا يعني أخصم من راتبك كذا كذا وأعطي لك، أو يعني هذا 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 أغلبهم، بعضهم يقول له روح ما فيش لك عمل، يعني بحكم أنه جنوبي. طبعا عقلية المنتصر، يعني عقلية المنتصر كانت سائدة يعني في ذاك الوقت، وهذا اللي أدى بعدين إلى هذا الانشقاق الكبير في النسيج الاجتماعي، حتى يعني الأمور تحولت إلى احتقان. يعني عقلية المنتصر إذا سادت الآن ستكون لصالح من؟ أنا أنصح الكل يعني أنه لا يفكرش بعقلية المنتصر، أن تكون لصالح الوطن.
عقلية المنصر لابد أن تكون للوطن، بس لا يفكر بعقلية المنصر، لأن عقلية المنصر دائما تكون يعني نشوة خاطئة. أستاذ، ما هي أهم العراقيل التي واجهتموها في عملكم؟ نحن لن نستلم شيء أساسا، نحن استلمنا رقام، يعني ما استلمنا شيء عشان نستند عليه، لا استلمنا ملفات نستند عليها، ولا استلمنا مباني نستند عليها، ولا استلمنا معدات نستند عليها، ولا استلمنا كل شيء من الصفر، حتى الكمبيوترات اللابتوبات شليناها من الصفر، كل شيء أخذناه من الصفر، يعني بدأنا من الصفر، يعني لن نحصل على شيء فعلا. يعني أنا أقول لكم من هذا المنبر أنه لن يبقي علي عبد الله صالح ونظام الشيء موجود كمؤسسي ممكن يستند عليه أي إنسان في المستقبل، يعني حقيقة يعني. ولكن الحمد لله بجهود كل الخيرين اللي معنا، وأنا برضه من خلال هذا السؤال ومن خلال هذا المنبر أنا أقدم يعني كل الشكر والتقدير والثناء والعرفان لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الوالد اللواء الركن حسين محمد عرب على كل الاهتمام والرعاية والسخاء والبذل والتضحية في سبيل إعادة يعني هيبة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. ونفس الطريقة هو يوجهنا دائما أنه لابد أن تعملوا للوطن وأن تعملوا على يعني إعادة اللحمة الوطنية وتعملوا على إيجاد أمن وطني، وأن تبتعدوا عن اللون الواحد. اللون الواحد هذا مزعج قد قربناه خلال مرحل طويلة من الزمن. لا يمكن أن يحقق تقدم للمجتمع أطلاقا. هو أي إنسان ينظر إلى اللون الواحد هو فاشل. هل هناك تنسيق بينكم وبين المناطق في عدن وبين المناطق الأخرى المحررة؟ نعم، نحن عندنا بالنسبة للتوجيه المعنوي عندنا فروع في كل المحافظات المحررة، وعندنا مركز إعلامي، وعندنا موقع رسمي لوزارة الداخلية، والآن نسعى إلى إنشاء يعني صحيفة إلكترونية بالوزارة، وبرضه نسعى الآن إلى استعادة يعني البرنامج يعني الأمن والمجتمع والعيون الساهرة. سابقا كان عندنا، احنا بنعمل على إعادة الآن، أعانكم الله على ذلك، بنعيد إن شاء الله الأمور حبة حبة وإن شاء الله بتعاون الجميع. هنالك بعض الضباط الجنوبيين الذين يستلمون رواتبهم من الشمال من صنعاء، مؤخرا سافروا إلى هناك وهناك تم منعهم من استلام رواتبهم بقول أنكم جنوبيين لا تستلمون من صنعاء، وفي النهاية هنا يقولون لهم أنتم ستستلمون من صنعاء، وفي صنعاء يقولون لهم أنتم ستستلمون في الجنوب، وبين مطرقة صنعاء وسندان الجنوب ظل هذا هؤلاء الضباط بدون راتب. كان يفترض على أخواننا في الشمال أن لا يقولوا الجنوبيين أنتم جنوبيين روحوا، أنه قد الجنوبيين تعبانين من هذا الكلام، الجنوبيين قد عانوا كثير، فما فيش داعي أن هذا الأخوة في الشمال يقولوا هذا الكلام، لأنه يعني نحن نريد نحاول الآن أننا كلنا نواجه مشروع الانقلاب هذا، نفشل الانقلاب ثم يعني لكل حدث حديث في هذا الجانب. أما بالنسبة للضباط اللي يعانوا هذا الكلام فأنا أنصحهم أن يكونوا هنا في الجنوب، وراتبهم بيستلموها من الجنوب أفضل لهم، يعني أفضل لهم من ما يأخذوا من 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 من, من عملاء إيران شيء. يعني أقصد أنكم تعيدونهم أن الرواتب الذي لم يتم تسليمها من الشمال. نعم نحن نصرف رواتب للكل. نصرف رواتب للكل. حسن مقدم، بالنسبة لي التحالف، ما هو دعم الذي قدمه لكم التحالف؟ والله اولا يعني من خلال هذا السؤال نشكر جميع دول التحالف دون استثناء على كل ما قدموه لليمن، وكل ما قدموه لنا يعني من دعم ومن اسناد ومن يعني حتى دماء قدمت يعني من اجل دحر الانقلاب. ونامل منهم، فقط نامل منهم خلال سؤالكم هذا، ان يتعاملوا مع مؤسسات، ما يتعاملوش مع افراد وعناصر. حسناً، هنالك بعض التصرفات والاستفزازات، بما أن الشرطة والأمن والقوات المسلحة في خدمة الشعب، هنالك بعض الاستفزازات من نقاط التفتيش للمواطنين الموجودين هنا. يعني عندما يمر المواطن بسيارته مع عائلته ويضوي له بالمصباح أو التورتش صاحب نقطة التفتيش، يعني هو ماذا يرى بالضبط؟ هل هذا المصباح كاشف لأي قنابل موجودة أو ماذا بالضبط؟ يعني ماذا سيستفيد من هذا الأمر؟ عندنا أفراد النقاط أولا هي أفراد غير منظمة ونقاط غير منظمة، وهي لا تخضع تلقائيا لأجهزة أمنية رسمية، هي نقاط أغلبها يمكن تكون تابعة للحزام الأمني، أو بعض نقاط يعني صنفوا وعملوا لهم برميل
بعد التحرير. لهذا نحن نسعى الآن وعندنا خطة الآن شاملة، عندنا خطة بتمشي، ومن خلال منبركم هذا أنبه الكل، الخطة بتمشي. هناك خطة لتنظيم وعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في أطار وزارة الداخلية، هناك خطة لترتيب الأمور بالذات في المناطق الرسمية مثل العاصمة عدن ومثل المناطق المحافظات الأخرى المحررة، تمام، المدن الرئيسية سيتم تنظيم منع السلاح، سيتم تنظيم ترخيص السلاح، سيتم تنظيم يعني إعادة النقاط وترتيبها على أساس يعني مؤسسي مش على أساس يعني عشوائي. وبرضه من خلال هذا السؤال نطلب من الأخوة في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التعاون معنا في بناء المؤسسات الأمنية بشكل سليم وإن لا يتعاملوا مع عناصر أو أفراد، تمام، حتى نتعاون جميعا في إنجاز المهام الملغاة على عاتقنا جميعا. نحن شركاء في الحرب وشركاء في نتائجها، الكل لازم يفهم هذا الكلام، حتى أخواننا في التحالف نحن شركاء في الحرب وشركاء في نتائجها، وبالتالي أي أخفاقات تحصل في المناطق المحررة يعتبر انتكاسة لعاصفة الحزم. نحن نريد أن نوجد شراكة حقيقية وطبعا الأمور طيبة كلها، نحن أشقاء ولن نتراجع من أخواننا في مجلس التعاون الخليجي، سنذهب معهم حتى البحر، ما عندنا مشكلة، احنا شركاء والى الامام ما في مشكله. نايم ان شاء الله ان يتم تنفيذ هذه الخطه، ولكن متى؟ اذا كان في الاعراس يتم اطلاق اعيره ناريه وقد ادت الى وفاه بعض الاشخاص، يعني الاشخاص في منازلهم لم يعودوا امنين، اطفال يقولون ابتعدوا عن النوافذ، الاشخاص يمدون في الشارع، حتى مقدم عندما نحضر في ندوه او نحضر في احتفال معين وامامنا حارس يحمل بندقيه، فوهه البندقيه مصوبه نحوك وانت جالس في الاحتفال او في الندوه، او يعني قلق، ولا يوجد هناك راحة للمواطنين حتى في شوارعهم حتى في بيوتهم، ممكن أن يدخل عيار ناري في أي وقت. متى تفعلون هذه الخطة؟ بنفعلها، بس يعني طبعا نحن خرجنا من معركة، والمعركة شيء طبيعي أنه دخل السلاح إلى كل منزل، دخل السلاح وصل السلاح إلى كل يد، وصل السلاح إلى 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 أماكن كثيرة ومتشعبة، انفلتت الأمور، سقطت الأمور يعني، والكل يفهم هذا الكلام. نحن طبعا شرعنا منذ تولينا لهذا المنصب أنه يعني أولا عملنا فرق توعية بالشراكة مع منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، ونزلنا إلى جميع المراكز الأمنية والشرط يعني لتوعية أفرادنا أنه يعني لا يجوز استخدام السيء للسلاح، ولا يجوز يعني التعامل يعني مع المواطن بعنف، ولا التعامل مع المواطن بعنجهية ولا بكبرياء، ولا يعني نستفيد من ما فعل النظام السابق الذي كان الأمن مكروه بسبب هذا الأساليب والسلوكيات. برضه يعني عملنا على يعني اشعار حتى صالات الأفراح، انه يعني عملنا لهم سندات على اساس انه يعني يتم يعني أخبار صاحب العرس أنه يعني لا ينبغي استخدام العيور النارية. برضه اتفقنا مع الأجهزة الأمنية على أساس أنه يكون يعني هناك في عقوبة أو قرامة مالية، بس نتيجة يعني عدم توحد الأجهزة الأمنية مثل ما قلت لك في أطار وزارة الداخلية، هناك صعوبات يعني نعاني منها، لكن نحن عندنا خطة الآن أنه على أساس نجمع الوحدات الأمنية، يعني نأخذ منها نسب من الوحدات الأمنية ويتم تأهيلهم وتدريبهم في الصولبان يعني بقوات الأمن الخاصة، ومن ثم يتم إعادة توزيعهم وترتيبهم مرة أخرى. وبرضه نفس الطريقة الشرط لابد أن تتأهل، هناك أفراد يقوده شرط مش ضباط، تمام، هناك يعني ناس ما عندهمش أي مؤهلات ولا أي خبرة ولا أي شيء، وبالتالي لابد من إعادة الأمور هذه وترتيبها بشكل مطلوب طبعا، لأنه هذا تركة كبيرة مش سهل. كلمة أخيرة توجهها إلى قوات المسلحة والأمن. كلمة أخيرة يعني الجيش والأمن لابد أن يكون ولا أهل الله والوطن، ولا بد أن يحافظ على الوطن، الوطن غالي، والحفاظ على النصر أصعب من الحصول عليه، ويعني التحلي بالسلوكيات والأخلاقيات التي تعطي المواطن احترام لهذا الأمن وهذا الجيش، وتعطي المواطن الثقة
بأنه هناك جيش وأمن وحامي للوطن هذه وحامي للممتلكات الخاصة والعامة. شكرا. مقدم عبد القوي باعش، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لك. نشأة صناعي يعد مهنة وحرفة فنية اتخذ من الأخشاب المادة الأساسية لصناعة الأثاث. النجارة وأسرار الإبداع حكايتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. هندسة إبداعية مختصة بمجال التصاميم على الخشب، ينقش فيه النجار مصنوعات تشكيلية منسقة بدقة وإحكام. وتعد مهنة النجارة واحدة من الأنشطة الصناعية التي تعتمد على أخشاب الأشجار لتشكيل الأدوات المنزلية والأثاث ومستلزمات المباني بأشكالها الفنية المتفاوتة في جمال الشكل وطبيعة الاستخدام. الشيخ عثمان تتشكل ملامح الصور الإبداعية للأخشاب في ورش النجارة موطن المعامل الحرفية التي يرسم فيها النجارون لوحات الفن بمقاسات دقيقة وخيال واسع يبعث في الأجسام الجامدة روحا تنطق بجمال الصفة وبراعة النحت. من أصعب الحرف اليدوية، وذلك لما تقتضيه هذه المهنة من مهارات فنية دقيقة التركيز، فالعقل فيها يعمل مع حركة الجسم بتوازن متناغم وفق زوايا هندسية ومقاسات حسابية ومساحات تتصورها مخيلة مهندس النجار. النجار طويلاً أمام الخشب المرتفع عن الأرض بنحو مترين ليرسم في منتصف الألواح رؤية الشكل بالمتر والقلم والزاوية، محدداً معالم القص قبل أن يمرر المنشار لقطع الأخشاب التي تتهيأ لاستكمال شكلها الفني بلمسات الصانع الماهر. مثلت مهنة النجارة في عدن أبرز الأنشطة الصناعية الأكثر استقطاباً للأيادي العاملة، فالتعامل مع الأخشاب يتطلب جهداً وطاقة بشرية متعددة الاختصاص، كما أن الاستهلاك المحلي للأثاث المكتبي والمنزلي شهد مؤخراً طلباً متزايداً في السوق المحلية نظراً لارتفاع تكاليف الواردات الخارجية من مقتنيات الأثاث الفاخر خارجي الصنع.
يتفنن النجارون في صناعة الأخشاب وفي تشكيل أصناف الأثاث بأنواع متعددة الاستعمال وفق الطلب والذوق، إلا أن صناعة غرف النوم وأثاث المطابخ والنوافذ والأبواب هي الأكثر استهلاكاً من بين جملة لوازم الاحتياج من مشتقات الأخشاب. مشقة العمل الحرفي في مجال مهنة النجارة تبرز أيضاً تحديات أخرى تعترض أرباب هذه المهنة، حيث غدت تكاليف الأدوات عبئاً ثقيلاً على ممتهني حرفة النجارة، تضاف إليها صعوبة الحصول على الأخشاب وارتفاع ثمنها أو انعدامها أحياناً، وهو ما قلل من فرص تنامي مهنة النجارة كمعامل لمنتجات محلية الصنع. الإنسان اليمني منذ القدم مقدرته على ابتكار المهن واحتراف صنعتها في شتى المجالات، وبرهن معها على مهارة الإبداع بعبقرية أخاذة، واصلا معها ديمومة العطاء بجماليات الحياة. مدينتنا لهذا الأسبوع امرأة جعلت من عمل المرأة التقليدي منذ آلاف السنين مهنة تكسب منها قوتها. تابعونا. على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن، ها هي المرأة اليمنية تثبت حضورها وبقوة بين أوساط المجتمع، فنجدها طبيبة ومعلمة وحقوقية وإعلامية وسيدة أعمال، كما هو الحال مع رندا محمد الحسني. خلال مراحل دراستها كانت رندا تميل إلى القراءة والعزف على الآلات الموسيقية، خاصة البيانو منها، كما كانت شغوفة بمساعدة والدتها في المطبخ والتزيين. أنا وأنا صغيرة كانت أمي دائماً يوم تسوي، تعرفي أنا بنتها الوحيدة، فتحب يوم تسوي مثلاً شغلات في المطبخ تدخلني سوي كذا، خصوصاً التزيين، كل البنات نحب التزيين تقريباً، فكان إيش أسوي الشغلات هذه، أحب التزيين، أحب كذا. تعلقي بالمطبخ تعلق حلو، إنه مهما قسيت ومهما طال شغلي في المطبخ ما ملش وما تعبش، أو بس أحب المطبخ بجد، يعني يوم أطبخ أطبخ بحب. في حياة رندا الجامعية اختارت مجال المحاسبة، ولم تكن تعلم حينها أن سيدة أعمال هو اللقب الذي ينتظرها. بعد ما تخرجت من الثانوية كان أبوي باني نفس كل أب يرسم للبنت لبنته مستقبلها، يعني كان يباني أدخل طب عشان لقب الدكتورة، عرفتي كيف؟ فأنا خوفي من إنسان بصراحة ما عنديش الشجاعة أني أدخل طب لأني أخاف، عرفتي كيف؟ فعشان كذا قررت أكمل دراسة البكالوريوس، دخلت مجالات ثانية، استمريت في المحاسبة، خلصت بكالوريوس محاسبة وسجلت ماجستير، والآن أنا في مرحلة الانتهاء من رسالة الماجستير، وإن شاء الله على الدكتورة، وأكون حققت لأبوي حلم أن يكون أبو الدكتورة رندا. درست رندا بجد وطبقت في شركة النفط، مما أكسبها خبرة واسعة في مجال الأعمال، كما عملت في شركة ألق للإعلام، ومن ثم مديراً مالياً وإدارياً في مؤسسة تجارية، إلى أن وضعت الحرب أوزارها. وجدت رندا نفسها وقد فقدت وظيفتها كحال الكثير من الشباب العاملين في القطاع الخاص. قد فترة تطبيقات من الجامعة، منها التطبيق اللي كنت جدا مبسوطة فيه، تطبيق في شركة النفط كان جدا حلو، وكانت فترة طويلة، عرفتي كيف؟ بعدين اشتغلت في مؤسسة إلق للإعلام،
تبع للمذيع أحمد هاشم السيد، وكان الشغل ممتع جدا في مسلسل عايش سفري، كان حلو جدا الشغل، يعني كنت دخلت مجال جديد علي غير الحسابات غير غير غير، فكان شيء حلو. اشتغلت كمان في مؤسسة تجارية، كنت فيها أعمل مدير مالي وإداري لفترة معينة. هذا كان آخر شغل خسرته يعني بعد قبل الحرب، يعني بعد الحرب كان خلاص شغلي انتهى، فكان منها كده عن فكرة المشروع. مطعم رندليدا فكرة انبثقت من واقع الأحداث المتسارعة في حياة رندا محمد، وعلى الرغم من انشغالها بدراسة الماجستير لجأت رندا لهذا المشروع لإنعاش وضع عائلتها الاقتصادي، وبالرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهتها إلا أنها قاومت بإرادة قوية وهمة عالية متخطية جميع العقبات لتفتتح مطعما خاصا بالنساء فقط وتعمل فيه. كان لازم أفكر في موضوع ينعش وضعي، ينعش وضع عائلتي، أشوف فيه نفسي، عرفتي كيف؟ فأجت فكرة المشروع على طول نفذتها، وكانت أمي الدعم لي، الدعم المادي والمعنوي. فتحت المشروع، واجهت صعوبات كثير، بس الحمد لله كل شيء عدى، وبالاجتهاد والمثابرة والإصرار كل شيء. تتعدد المأكولات في رندليدا بأنواعها وأسمائها وأصنافها لتتناسب مع ذائقة الزائرين. في الصيادية الأكثر مبيعاً عندي، واليوم اللي ما سويش في صيادية تحرق الدنيا بجد. معظم زبايني يعني منظمات ومؤسسات شركات، تحس طلبهم الأول الصيادية وبعدين تجي الشغلات الثانية. تعتقد رندا أن الإرادة الحقيقية مع العمل الدؤوب سيحققان في النهاية غاية الشخص، خاصة في ظل عصر التقدم والتكنولوجيا، حيث يمكن أن يتخذ من السوشيال ميديا كالفيسبوك والواتساب والإنستغرام وغيرهم سوقا تجاريا لعرض المواهب. بعد ما خسرت شغلي كنت أشتغل وأروج على الفيس على السوشيال ميديا، كسبت، عرفتي كيف؟ فأنا رسالتي لكل الشباب اللي عنده موهبة، اللي عنده شيء مبدع في السوشيال ميديا، فيس، واتس، انستغرام، يشتغل عليها، يشتغل عليها، والله العظيم يعني بالمثابرة، بالإصرار، بالاجتهاد، كل واحد بيوصل، ومهما بدأت صغير مع الأيام بتكبر. تتمنى رندا أن يستقر الوضع في البلاد وأن تكون اليمن بأفضل حال، وكما تتمنى على الصعيد الشخصي أن تتحصل على شهادة الماجستير تتلوها الدكتوراه ليتحقق حلم أبيها الراحل. اللحظات الجميلة تمر بسرعة، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نستودعكم الله على أمل اللقاء مجدداً.